طيب شوف الحديث الثاني. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. انظر إلى هذا الفضل الثاني للذي ينتظر الصلاة وقد جاء مبكرا، أو أدى الصلاة وينتظر الصلاة الأخرى، صلى المغرب وينتظر صلاة العشاء، أو جاء مبكرا إلى صلاة المغرب وهو ينتظر صلاة المغرب. انتظار الصلاة له أكثر من صورة، فماذا الفضل الثاني؟ تفضل. نعم، الملائكة تصلي عليه. ما معنى الملائكة تصلي عليه؟ تدعو له بالمغفرة والرحمة. تدعو له، معنى آخر؟ نعم، تدعو الله أن يذكر في الملأ الأعلى. تدعو الله أن يذكر في الملأ الأعلى، تطلب من الله: يا رب اذكر عبدك فلان. يا الله، انظر هذا الفضل. لو أنك سمعت عن نفسك أن الحاكم الفلاني أو الوزير الفلاني أو صاحب الجاه والسلطان الفلاني ذكرك أو فلان ذكر، فماذا يفرح ويكتبها ويسجلها وينزل على الفيسبوك: فلان الوزير الحاكم السلطان ذكرني، فيعتبرها إيش؟ منقبة. فكيف إذا ذكرك الله؟ ذكرك الله، وعند من ذكرك هذا الحاكم أو الوزير أو السلطان أو صاحب الجاه أو المال؟ أو ذكرك عند البشر، ذكرك عند الناس، لكن هذا أنت ذكرت عند من؟ عند الملائكة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر الفرق، فكيف لا تبكر إلى الصلاة؟ إياك تسأل أذن، إذا وصلت لمرحلة تسأل أذن أنت في غفلة. ينبغي لك أن تبرمج نفسك بالتعمير العصري، أن تكون في المسجد بعد الأذان مباشرة أو مع الأذان، والأفضل قبل الأذان. شوف لوين الأفضل، إيه؟ قبل الأذان، حتى تحصل هذه الأجور. فضل الانتظار. ما الذي يشغلك؟ تقول: أنا طالب جامعة، خذ كتابك معك إلى المسجد، إذا كان يعني الأمر في هذه الدراسة المستمرة. ماذا تقول؟ ماذا يشغلك؟ أنت جالس. أما إذا كنت لا تستطيع فأجرك إن شاء الله محفوظ، أنك لا تستطيع. أما أنت تستطيع وتقصر فهذه هي المأساة. انظر. طيب ماذا تقول الملائكة؟ اللهم اغفر له واللهم ارحمه. طيب إذن هذا ثلاث فضائل: واحد، أنه في صلاة. اثنين، دعاء الملائكة له أن يذكر في الملأ الأعلى، تدعو الله. ثلاث، تقول له اللهم اغفر له واللهم ارحمه.